تتوقع إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات أن تكون هناك فرصة اليوم لتساقط أمطار متفرقة مصحوبة برياح شديدة السرعة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الله بوشيري، أخصائي أرصاد جوية أول في إدارة الأرصاد الجوية. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذا ما هي فرص تساقط أمطار رعدية خلال الساعة المقبلة وما مدى غزارة هذه الأمطار؟ يا هلا مرحبا فيك أخوي بسام وشكرا على الاستضافة. طبعا بيكون في فرصة لتساقط أمطار مثل ما تفضلت، لكن يظهر لنا أن الحالة الجوية هالمرة ضعيفة. حاليا حسب متابعتنا لرادار الطقس لا يوجد تكونات لسحب مطر قريبة من حدودنا. نتوقع تبدأ الفرص إن شاء الله مع بداية الليل، وتكون على الأغلب خفيفة ومتفرقة وممكن تكون متوسطة أحيانا، وفي فرصة بسيطة لتشكل خلايا رعدية خصوصا على الحدود البحرية للمملكة. وفي حال تشكل أي خلية رعدية ممكن صاحبها هبات شديدة السرعة، ومثل ما ذكرت بتكون الفرصة بسيطة وتنتهي إن شاء الله مع منتصف الليل. وبالنسبة لبكرة أيضا بيكون في فرصة بسيطة للأمطار تكون متفرقة بشكل عام خلال فترة المساء والليل إن شاء الله. نعم، خلال فترة تساقط الأمطار المتوقعة هل من يعني هناك نصائح توجهونها للسادة المشاهدين؟ نعم طبعا في عندنا تحذيرات بتكون حق اليوم فقط بالنسبة للأمطار الرعدية والهبات، خصوصا المناطق البحرية نتوقع تأثر وبتكون نهايتها مع منتصف الليل إن شاء الله. ندعو الأخوان مرتادي البحر ياخذ الحيطة والحذر. نعم، شكرا لك عبد الله بوشيري، اخصائي ارصاد جوي اول في اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات، شكرا على هذه المداخله.